كلي غورمان لو لمشي نرجع لكم للريستورون ميمونيا اللي هو مطعم راقي وعائلي وموجود في فندق ايدان عين الترك. هذا المطعم يديروا اطباق تقليديه دي بلات تراديسيونيل وعندهم ثاني منيو متنوع وكل يوم خميس يديروا حفلات موسيقيه الناس اللي تبغي لي شو والامبيونس وهذه الاجواء. يوم الخميس كاين ثلاثه تاع لي منيو اللي كل واحد فيهم فيه مقبلات اطباق رئيسيه والتحليه في ايام الاسبوع منيو على كارت والمنيو تاع الخميس لو بري تاعي يتبدل كل سيمانه. اكيد نتوما تختاروا المنيو اللي يعجبكم من هذوك ثلاثه. نبداو بالحريره التقليديه واللي كانت فريمون بنينه بزاف مع البوراك والبسطيله عجبت كاع العائله وكانت بنينه بزاف. اكيد كاين كاع انواع تاع لي جو. نروحوا للاطباق الرئيسيه واللي كان لو منيو التقليدي الاكل الجزائري وهذا لو بلا هو طاجين الدجاج اللي كان فريمون طايب غايه والمرقه تاعه بنينه. وهذا لو بلا كروفيت اون صوص والصوص اللي طايبين فيها لي كروفيت كانت فريمون بنينه بزاف. وهذا هو الطاجين الحلو باللحم البرقوق كما راكم تشوفوا اللحم راه طايب غايه وراه طري. دوموني كاين تحليات نتوما تخيروا واش بغيتوا. فاسي لي فورمول اللي فيهم اونتري بلا ديسير اللي قلت لكم عليهم. فاسي المنيو بوندون لا سيمين اي بور بلوس دو بون بلان ابونيفو وعطونا لي كومونتير لي سي.